فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز محبة الكافر من أجل قرابته لا من أجل دينه؟ لا، كافر لا يحب لأنه عدو لله، والله عدو له يبغضه، فكيف أنت تحب عدو الله؟ كيف تحب من يبغضه الله عز وجل؟ نعم. فضيلة لا الشيخ، تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، تبغضه لله عز وجل. نعم.